احنا ما سيفيليزاسيون تاع الكراج هذيك تطوروا. السلام عليكم ورحمه الله. الزور في اللون. سينشط الصحفي والاعلامي الجزائري عبد الفتاح بوعكاز، صحفي طبعا مقيم في الخارج، الا راح يكون صحافه بودورو، صعيب انك تكون صحفي اعلامي في الجزائر. سينشط ندوه صحفيه او اعلاميه عن طريق الكلوب هاوس، تشارك فيها عصابه من ولاد حلال، صنفتها عصابه ولاد الحرام من الارهابيين، وكان ما همش مصنفين ارهابيين ولكن مرشحين باش يكونوا من الارهابيين. العصابه هذيك تاع ولاد الحلال اللي راح تشارك اليوم في هذه الندوه هما المعلق الرياضي ولكنه سياسي بالبوكو حفيظ الدراجي، اللي اذا يحب المراوغات في كره القدم في السياسه يحب دروا او بوت ديريكت يتيري سون بيتي. كاين ثاني صحفي واعلامي انور مالك، اللي دخل مؤخرا في قائمه المرشحين للارهاب، وشفناه في هذاك الريبورتاج اللي دارته كازيرنا تي في، وخرجت اول مره صورته كارهابي في التجربه عاليسي، وهذا كان ريبورتاج كازيرنا تي في. هذاك كاين قناة تاع الشروق نيوز اللي يعني راهي تضرب باش يقبلوها في صفوف كازيرنا تي في. تحب تدخل كازيرنا هما يدزوا فيهم، يقولوا روح ما نحبكمش في كازيرنا، يضلوا يعاقبوا فيهم، هما يرحم والديكم خلونا نكونوا كازيرنا تي في، لانهم داروا غير كيما ريبورتاج وشرفونا وراونا ملي كنا نكتبو لهم في الجريده، ويستعاونا في القناه تاعهم ويديروا معنا حوارات، ولا درك يحطوا عندنا ريبورتاج يحطونا كارهابيين. ارهابي نعم، انا ارهابي ضد العصابه، ضد ولاد الحرام، انا اكبر ارهابي ضد ولاد الحرام، اما انا خديم الشعب الجزائري، الشعب الجزائري يعرفني. ولما خرجوا لهم مش الجزائر يقول لهم هشام عبود صحفي حر، هشام عبود ماهوش تيرو، يا لي جينيرو انتوما لي تيرو، سمعتوا هذا الرد من عند الشعب. اما صحافه بودورو تقول واش بغات. دونك قلنا كاين حافظ الدراجي، انور مالك، مراد هنا اب هذا الشاف تاع لي تيروريست، هذا حاطينو على قائمه حركه ارهابيه رشاد، يعني حسب العصابه. وكل من يصنف ارهابي من طرف العصابه، عصابه ولاد الحرام، فهو من ولاد الحلال اللي الشعب يحترمه ويقدره، وما يبقاو الا الانذال والازلام اللي يتبعوا هذه العصابه اللي ينظروا له نظره الارهابي. طبعا هذو ارهابيين تاع الفكر، الان ظهر الارهاب الفكري، لاننا نفضحه ونكشفه. المشارك الرابع في الحصة الإرهابي الصحفي الإعلامي هشام عبود، اللي عصابته ولاد الحرام تكلموا صنفوه إرهابي، ومن بعد تراجعوا ولاو حاشمين وخايفين، وحبوا يبعثوا داروا له خمسة تاع لي موندا داري وما قضاولوش، ولاو حتى أزلام العصابة قالوا ما هو هنا عميتوها. هذا كيفاش تحطوا هذا ارهابي يعني ما هوش داير لحية، ما هو ما عندوش مرجعية اسلامية وما عندوش كدا، هذا ما يجيش ارهابي. بصح كدير فرحات مهني اللي هو شاعر وفنان وملحن وكاتب ديروا ارهابي، سي نورمال، ولاد الحلال كامل يوليو ارهابيين بالنسبة لولاد الحرام. نحن نرهب ونرعب ونخوف ولاد الحرام حيثما وجدوا، وسنطاردهم حيثما وجدوا، الله لا يتربحهم لأنهم هلكونا بلادنا وسرقونا بلادنا ونهبولنا بلادنا. ولاد الحرام الشعب يعرف يميز شكون ولد الحرام وشكون ولد الحلال. وبالتالي الأشياء عندكم هذه الندوة اللي عنوانها حاضر الجزائر ومستقبلها قراءة واستشراف.
بعد ما تابعوا الندوة راح يكون مداخلات للمتابعين، يعطيوا آراءهم، ينتقدوا بكل حرية، و يعبروا عن آرائهم بكل حرية. هذه ما هي الصحافة بودورو اللي يزم غير تشيت، سمعتوا؟ ولا ربي قدر الخير لبلادنا، والله يبعد عليها ولاد الحرام. وعرفتوا شكون ولاد الحرام، سمعتوا؟ وان شاء الله تكونوا يعني كثيرين باش تتبعوا هذه الندوه هذه. الله يقدر الخير لبلادنا. السلام عليكم ورحمه الله. ليش عم تقول صحافي حر؟ ليش عم تقول صحافي حر؟ ليش عم تقول صحافي حر؟